صار احتكاك مين حمل مسؤوليته؟ والله شيخ احنا واقفين على حاولنا جهد المستطاع انه لا ان شاء الله ناس لا حدا على مرديسنا كف فعل ولا رد كلامك صح احنا هدفنا صح انه يبقى الامن مستتب ان شاء الله لو صاير عندنا احتكاك زين الكل يتحمل مسؤوليته طبعا صحيح وما راح تعدي بهاي الاداره عدة سنوات اعلم انتم ما ردتوا تتطور الامور وهاي راح تنطي مجال ايضا لاقرار اذا ما حد يوقف صحيح لا 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 ان شاء الله الناس ما يدخلون وهم يدخلون مالتهم صعبه بطريقه وما يدخلون بس يعني قلتهم يعني الاشاره طيبه نعم ومثل يكون حقيقة إن شاء الله إن شاء الله الشيخ وما يكون خاطرك الله متابع إن شاء الله شكراً لك كريم إن شاء الله الله خير إن شاء الله عافية سالك سلام وين الشيخ محمد؟